اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير الماليه والدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيه واللواء هشام امنه وزير التنميه المحليه والسيد احمد عيسى وزير السياحه والاثار والسيد احمد راشد محافظ الجيزه واللواء امير سيد احمد مستشار رئيس الجمهوريه للتخطيط العمراني واللواء احمد العزازي رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه واللواء عاطف مفتاح مساعد رئيس الهيئه الهندسيه للقوات المسلحه وصرح المستشار احمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الاجتماع تناول متابعه تطورات سير العمل في المتحف المصري الكبير في ضوء بدء التشغيل التجريبي المحدود وانتهاء الاعمال في العديد من القطاعات منها مبنى المتحف والبهو العظيم والدرج العظيم وميدان المسله المعلقه والحدائق المحيطه بالمتحف والمباني الخدميه كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمراحل الأعمال والتجهيزات النهائية، خاصة ما يتعلق بقاعات وصالات العرض، ومتحف مراكب الملك خوفو، وتجهيزات نقل القطع الأثرية إلى أماكن عرضها الدائم. وذكر المتحدث الرسمي ان السيد الرئيس وجه بالاهتمام بادق التفصيلات الخاصه بالمتحف كمنظومه متكامله بحيث يعكس من ناحيتي الشكل والمضمون عظمه وعراقه الحضاره المصريه القديمه وكذلك القدره على التنظيم والاداره الحديثه وفقا لاعلى المعايير العالميه كما وجه السيد الرئيس بمواصله الاعمال الجاريه لتطوير ورفع كفاءه المحيط الجغرافي للمتحف وبتحقيق التكامل والربط مع منطقه هضبه الاهرامات سعيا لتقديم تجربه استثنائيه متفرده للزوار والسائحين وتعظيم القيمه المضافه لهذه المنطقه برمتها لتصبح اهم منطقه اثريه سياحيه في العالم بما يليق بوجه مصر التاريخي العظيم وحاضرها ومستقبلها الذي نطمح اليه ونعمل من اجله